لم تر عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود. لم تر عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويشق الغمر، فإذا طريق لا تعوقه جبال أو سدود. لم تر عين إلها غير لم تر عين إلها غيرك، من سواك يا ترى في الآتون أو ينجي النفس من جب الأسود. من سواك يا ترى في الآتون أو ينجي النفس من جب الأسود. من ينير القفر إن حل ظلام، بلهيب حب في سورة عمود. لم تر عين إلها غيرك، لم تر عين إلها غيرك. كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود. ووعدتني ستأتي عن قريب وتهبني ثقل مجد بالصعود. لم تر عين إلها غيرك، لم تر عين إلها غيرك. اتأثرت كتير بحادثة كده، كان في اتنين اتعرضوا لحادثة صعبة جدا، والحادثة دي أثرت عليهم لدرجة ان هما فقدوا الذاكرة، فقدوا الذاكرة اللي هي يعني الذاكرة دي بالنسبة للإنسان هي حياته تاريخه، يعني كل اللي سمعه شافه في حياته فجأة نسيه، يبقى كده متلخبط. كل اللي يعرفه نسيه، كل خبراته القديمة راحت. وساعات الحوادث الصعبة لما يعني تضرب الإنسان يفقد الذاكرة، يفقد توازنه، يفقد يعني يحس كده انه ايه ده؟ ايه الوضع اللي هو فيه ده؟ يفقد كل حاجه. ساعات كده
في ناس بتضعف أو في ناس بتنهار نفسيتها وشخصيتها لما تتعرض لضربة جامدة، لحادثة صعبة أو قاسية في حياتها. لكن ربنا هو طبيب المرضى، طبيب الأرواح والأجساد، ما بيسيبش ولاده. يعني لما يحصل لحد كده ويجيله مرض صعب أو فقدان الذاكرة، ده يعني واحد غاب بقى عن الدنيا، ربنا ما بيسيبوش. فهي القصة ما وقفتش عند كده، قصة إن المسيح افتقد الاتنين دول ورد لهم تاني ورجع لهم صحتهم، رجع لهم اللي نسيوه، رجع لهم كل اللي هم فقدوه نتيجة الحادثة الصعبة دي. لعل يمكن البعض خد باله أنا بتكلم عن مين، لأن يمكن الاتنين دول أنتوا حد فيكم سمع عنه. تلميذي عمواس، ناس حلوين وطيبين من تلاميذ المسيح، ولكن أحداث الصلب المخيفة المريعة اللي أخذت منهم المسيح ومات بأشنع ميتة، متبهدل متعري على الصليب مجلود، مات واتدفن في قبر واتختم عليه، حادثة أفقدتهم توازنهم، حادثة بشعة، مجزرة استمت في المسيح اللي كان عليه رجائهم، اللي عاشوا معاه سنين ولهم معاه ذكريات جميلة، تعاليم ليل ونهار، معجزات ليل ونهار، حب، أبوة، قيادة. ومفيش من كم يوم كان داخل أورشليم وبيهتفوا بيقولوا أوصلنا خلصنا، مبارك الملك الآتي باسم الرب. فده الملك المزمع أن يفدي إسرائيل. ابتهج يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتيك وهو عادل ومنصور وراكب على أتان وجحش ابن أتان وديع. الملك ده اتقبض عليه، اتهان، اتظلم، اتشهد عليه زور، اتلطم، اتبهدل، اتجلد، اتحكم عليه بالموت، اتصلب واتدفن. حادثة صدمة أفقدتهم توازنهم، أفقدتهم الذاكرة، بمعنى إنهم إيه؟ كل الثلاث سنين اللي فاتوا اتمسحوا ونسيوا، نسيوا كل حاجة، وبيتخبطوا بقى ماشيين في الاتجاه الراجع، رايحين ناحية الغرب. أورشليم بينها وبين عمواس بتاع 7 مايل ونص كده تقريبا، 12 غلوة، 60 غلوة، يعني حوالي 12 كيلو أو 7 مايل ونص، ماشيين من الشرق للغرب في عكس الاتجاه، عكس أورشليم، مكسورين، حزانة، وراح أملهم وراح رجائهم. ياه، ما شفتهوش هو بيمشي على المية، شفتهوش هو بيقوم لعازر اللي نتن بعد ما اتحط في الأرض 4 أيام، ما شفتهوش وهو بيخلق عينين للأعمى، ما شفتهوش وهو بيشفي من على بعد كده بالريموت، شفتهوش وهو بيلمس الأبرص، شفتهوش، نسيتوا سلطانه، نسيتوا قوته، نسيتوا ألوهيته. أقول لكم فقدوا الذاكرة، فقدوا الذاكرة واعتبروا أنه كل حاجة راحت، وماشيين زي اللي بيتخبط في الضلمة كده، مش شايفين قدامه. لكن السيد المسيح افتقده. هم رايحين بعيد عن الكنيسة، تلاميذ مجتمعين في أورشليم ودول بعده. في ناس كده الصدمات تخليهم يبعدوا، في ناس صدمات تخليهم يقربوا يمسكوا في ربنا جامد، في ناس يا عيني ضعفاء الصدمات تخليهم يقول لك لا مش رايح الكنيسة،
ايه ربنا بيعمل معايا كده؟ يسيب الكنيسة ويمشي. طب حبيبي يعني انت تعبان تبعد عن المستشفى؟ انت تعبان تخاصم الدكتور؟ ده اكتر واحد محتاج للدكتور هو العيان، هو التعبان. دول سايبين الكنيسة، سايبين أورشليم، سايبين الرسل وماشيين في سكة تانية، وحزانة ولا رجاء له. لكن السيد المسيح دايما يفتقد ولاده الغلابة الضعفاء، يفتقدهم، فراح افتقدهم وبدأ يقرب كده منهم من غير ما يعرفوه، بدأ يمشي معهم. أنا نفسي الحقيقة أقرأ الفصل الأول من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 24، وبعد كده عندي الحقيقة تعليقات جميلة على الحادثة دي للقديس أغسطينوس، جمعتها لكم وممكن نقراها مع بعض، هتعجبنا قوي قوي وهتفيدنا قوي قوي. إنجيل لوقا الإصحاح 24 طبعا كله بيتكلم عن القيامة، لكن في ثلاث باراجرافات أو ثلاث أقسام. القسم الأول هو القيامة اللي حصلت، والمريمات راحوا الفجر القبر ولقوا الحجر متدحرج وشافوا الملائكة لكن ما شافوش المسيح. وبعدين القسم الثاني اللي هو قصة تلميذي عمواس، والقسم الثالث في الإصحاح 24 هو ظهور السيد المسيح للتلاميذ. فأنا هتكلم على، إحنا هناخد قصة تلميذي عمواس الأول وبعدين نشوف كده قديس أغسطينوس بيقول عليهم إيه. بيقول: وإذا اثنان منهم، يقصد من التلاميذ، هم كانوا من السبعين، وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا كله اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات: إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروه. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزمه قائلين: أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهم، فانفتحت أعينهما وعرفا، ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا
إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد 11 مجتمعين هم والذين معهم. والمجد لله دائما أبديا آمين. مشغولين بربنا حتى ولو هم مصدومين وفاقدين رجائهم، فربنا عد عليهم وبدأ يتكلم معاهم. وبعدين هنلاحظ ان السيد المسيح اهتم ان هو يخرجهم من جو المشاعر الحزينة اللي هم غرقانين فيه الى فهم الكتب، فهم الأسفار، فهم كلمة ربنا. ده اللي يرفع الإنسان من قلب المشاعر الحزينة، ده اللي يثبت إيمان الإنسان. لأن الإنسان اللي بيعتمد على المشاعر بس، يوم فرحان ويوم زعلان، هتبقى علاقته بربنا يوم كده ويوم فوق ويوم تحت. لكن اللي متكل على كلمة ربنا وعنده إيمان بيها وثابت فيها، ده تلاقيه ثابت ما بيتهزش وما بينهارش إيمانه. والسيد المسيح سمى الوضع بتاع الاعتماد على المشاعر مش على الإيمان بالكلمة، سماه غباء، سماه غباء روحي. إن الإنسان بيتكل على حاجة يشوفها أو بيتكل على مشاعر، والمشاعر دي طبعا بتعلى وتنزل حسب الظروف. موقف مؤسف وفظيع ووحش زي اللي حصل مع المسيح، في ظلم وفي إهانة وفي شهود زور وفي قتل لإنسان بريء، ما ده حاجة توجع القلب، تكسر القلب. هنشتغل بالمشاعر هنتعب ونفقد رجائنا وإيماننا، لكن نتكل على كلمة ربنا، كلمة ربنا تنور لنا وتوضح لنا. عشان كده السيد المسيح قال لهم كده، قال لهم أما كان ينبغي، بس انتوا لو فاهمين كلمة ربنا بقى، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ده كان الطريق للدخول إلى المجد. عمرنا ما كنا نفكر في كده. احنا كنا شايفين موقف ساعة سلطان الظلمة، ظلم ومهانة وغدر وشر وكراهية وحسد وانتقام، شر شر شر. لا، ده كل ده الطريق إلى المجد، كل ده هو الصليب المؤدي إلى الحياة وإلى المجد. أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ مين يفهم؟ يفهم القاري وعارف. يقول لك فابتدأ من موسى، يعني من أسفار موسى الخمسة، ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. تعالوا نشوف موسى قال عني إيه، وداود قال عني إيه، وإشعيا قال عني إيه، وإبراهيم شاور علي إزاي، وإسحاق كان رمز لي إزاي، ويعقوب اتنبأ علي إزاي. تعالوا نشوف كل الحاجات دي، لازم تكون موجودة في ذهنكم عشان تفهموا وتقدروا تقبلوا الصليب، تقدروا تفهموا أن الصليب ليس هو النهاية. الصليب ده دخول إلى المجد، هو الطريق اللي بيدخل للمجد. زي ما أنا كنت كاتب من فترة كده مقالة بعنوان المحطة الأخيرة، لعل يعني تفتكروه، كنت بقول أن الصليب ليس هو المحطة الإيه؟ الأخيرة. المحطة الأخيرة هي مجد ودخول إلى المجد، لكن الصليب محطة في الطريق لازم نعدي عليها، وإحنا في طريقنا إلى المجد لازم نعدي عليها، وما نتضايقش وما نزعلش منها وما ننزعجش وما نفقدش توازننا لما نتظلم، لما نتبهدل، لما ندخل في أزمة صعبة طاحنة. ده هم كمان ما دخلوش في الأزمة، هم يعني هربوا. السيد المسيح هو اللي شال الصليب وشرب الكاس، ده هم هربوا، هو ما فيش حد فيهم وصل على للصليب غير
تلميذ ولا يمكن واحد كمان تاني معاه. وحتى هو القديس يوحنا بيقول يعني أنا رحت لأن أنا كنت معروف عند رئيس الكهنة، كنتش بخاف. لكن يعني الصليب السيد المسيح شاله لوحده، داس المعصرة لوحده، هم هربوا. لكن عايز يقول لهم إن الطريق للمجد لازم يمر بالصليب، واللي مشي في المسيح إحنا كمان هنمشي فيه. إذا كان المسيح داخل إلى المجد لازم يتألم، ينبغي أن يتألم المسيح بهذا ويدخل إلى إيه؟ إلى مجده. وابتدى من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. قالوا البعض في الآخر إيه؟ إن في الوقت اللي السيد المسيح كان عمال يكلمهم ويشرح لهم كان قلبهم إيه؟ كان قلبنا ملتهبا إيه؟ فينا حين كان يكلمنا. أتاري كلام ربنا بيشعلل القلب، كلام ربنا بيسكب حب ربنا في القلب، ها؟ زي ما يكون كده وقود يخلي النار بتاعت محبة ربنا تولع في القلب. كلام ربنا كده اللي عايز يتروي بكلام ربنا، اللي عايز قلبه يتحرك بمحبة ربنا يقرأ ويشبع من كلام ربنا، يلاقي القلب كده ملهلب، يقول لك ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. يعني في الظاهر إن السيد المسيح بيوبخ، في الظاهر أنه أنبهم، لكن هم من جوه كانوا فرحانين، ومش فرحة عادية. يقول لك قلبهم كان ملهلب فيهم من الفرحة. ما ننساش زمان، يمكن من 24 سنة كنت بعمل حديث مع أحد الأباء الأساقفة اللي هو حاليا مطران الأنبا هيدرا مطران أسوان. هو كان يعني عاش في اسكندرية في شبابه، وكان بيحضر اجتماعات الشباب مع أبونا بشوي كامل. فبيقول لي، أنا مش ناسي طبعا الكلام ده وسجلناه وكتبناه في مجلة صوت الرعي، بيقول لي أنا لما كنت ببقى قاعد في الاجتماع يوم الخميس وبسمع كلام أبونا بشوي كنت حاسس زي تلميذي عمواس بالظبط. أنا مش عارف أنا على الأرض ولا في السماء، وقلبي ملتهب فيا من كل كلمة بسمعها. كان قلبي بيتحرك كده كأنه بيرمي نار في قلوبنا. كان طبعا أهم وأكبر اجتماع شباب في اسكندرية الاجتماع ده اللي كان بيعمله أبونا بشوي في السبعينات وفي الستينات. كان الكلام ده في الستينات لأنه هو راح يترهبن سنة 70. فكلمة ربنا الحية لما الإنسان يفتح لها قلبه تلهلب قلبه، تشعلل قلبه بمحبة ربنا. فيقولك ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. إذا كان الواحد كده شاعر بفتور، شاعر إنه زهقان، شاعر إنه متضايق، شاعر إنه محدش حاسس بيه، شاعر إنه يعني إيه الناس مش مقدراه، كلام من ده يعني، ما جربش كده يقعد يتروي بكلمة ربنا، يقعد كده يفتح العهد القديم ويشوف الأمور المختصة بربنا يسوع في جميع الكتب، علشان قلبه يلهلب، علشان قلبه يلهلب. يعني أنا هقعد وافتح الإنجيل واقعد وخصص وقت وربنا مش هيجي يرافقني ويشرح لي ويفهمني؟ طبعا هيجي. إذا كان دول كانوا ماشيين في سكة معاكسة، فما بال اللي هيمشي في سكة ربنا ويقول له يا رب افتح ذهني عشان أفهم. أنا يا رب نفسي قلبي يلهلب فيا كده، نفسي أفهم كلامك كده يا رب. نقطة كمان جميلة جدا، إن هم لما اقتربوا سيد المسيح مرضاش إيه؟ مرضاش يفرض نفسه عليهم، بالعكس مكمل كده. فقالوا له لا. طبعا هم إيه؟ مش بس عندهم يعني محبة الضيافة وكده، لا، ولا إن الموضوع إن الدنيا ليلت وبالليل السفر صعب فيعني الرجل ده يجي معانا، لا، هم كمان كانوا متأثرين بكلامه وعايزينه يكمل، عايزينه يكمل. فيقولك ألزماه قائلين أمكث معنا، أمكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. يا سلام، دي لما تبقى صلوتنا كل يوم، قول يا رب أمكث معي، أمكث معي لأنه قد مال النهار. الحياة قربت خلاص ومال النهار، احنا على الآخر، هتسيبني وتروح فين؟
انا مش عايز اسيبك ومش مش هقدر اسيبك، وهتقعد معايا يعني هتقعد معايا. ألزماه، ولما لقى اشتياقاتهم التزم ودخل عندهم. واي واحد هيقول له يا رب قد مال النهار وانا يا رب محتاجك وما اقدرش مش هسيبك ولازم تمكث معي، هيمكث معانا وهيفرحنا وهيعلن لينا نفسه وهيشبعنا. عايز انقل على القديس اغسطينوس. قديس اغسطينوس الحقيقه له تاملات في منتهى الجمال حوالين القصه دي. بيقول ايه؟ انا ناقل كده بالنص وبعدين هطلع يعني هناخد كده كم حاجه من اقواله وبعدين هناخد بعض النقط اللي يعني زي خلاصه الافكار كده وبعدين ناخد فرصه للمناقشه. بيقول ظهر لهما يسوع وكان منظورا امام عيونهما ومع ذلك لم يعرفاه. السيد سار معهم في الطريق، وفي الواقع كان هو الطريق الذي لم يسير فيه بعد، لكنه وجدهما قد ضل الطريق. ناس كثيرة ماشية، لا الطريق هو المسيح. هو راح لقاهم ماشين حتى في اتجاه غلط، مشي معهم في الطريق لكن هما ما كانوش فاهمين انه هو الطريق، والثبات فيه ابقى انا في الطريق ايا كان موقعي، ايا كان اتجاهي، ايا كان عملي في الدنيا، ايا كانت ظروفي في الدنيا، انا ثابت في المسيح فانا في الطريق. بس هو مشي معاهم لحد لما اكتشفوه وثبتوا فيه وبقوا في الطريق. هما في الاول كانوا ماشيين في طريق ضلاله، كانوا ماشيين ضل الطريق. وبعدين هو اللي بيشرح الحته اللي انا قلتها في الاول، انه موت المسيح كان بمثابة فقدان الذاكرة لهم، يعني خدوا صدمة فقالوا إيه ده؟ كل اللي كانوا يعرفوه عن المسيح نسيوه، كل خبراتهم نسيوها، كل إيمانهم تلاشى. انزعجوا جدا زي ما بيقول، انزعجوا جدا عندما رأوه معلقا على الصليب لدرجة أنهم نسوا تعليمه، لم ينتظروا قيامته مع انه قايل لهم ان انا هقوم، وقال اكثر من مره ابن الانسان هيسلم ليصلب وبعد ثلاثه ايام يقوم، قالها لهم كذا مره. كل ده نسيوه، فقدوا الذاكره وفشلوا في الاحتفاظ بوعوده في اذهانهم. خطر ان الانسان يتهز كده فيفقد كل حاجه. لا لا، الصليب هيعدي علينا كان هنطلع منتصرين من وراه. هيعبر ساعة سلطان الظلمة ساعة وهتعبر ويرجع تاني في مجد وفي قيامة. فنطمن نفسنا ونصمد لحد لما تعدي المحطة الصعبة بتاعة الصليب. بعدين بيقول ايه؟ بيقول ان هم فقدوا رجائهم حتى، وبيقولوا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. كنا نرجو، كنا نرجو، ده كلام القديس أغسطينوس. بيقول يا أيها التلاميذ كنتم ترجون، أي أنكم لم تعودوا ترجون بعد، يعني خلاص فقدتوا الرجاء. انظروا المسيح حي ولكن الرجاء ميت في داخلكم. حقا المسيح حي، لكن المسيح الحي وجد قلوب تلاميذه ميتة. هو حي لكن هم مفيش رجاء، ماشيين معاهم مش عارفين. ساعات الشمس تبقى طالعة بس الواحد مغمض عينيه فمش شايف، ساعات النور يبقى موجود بس الإنسان عامل برقع كده على عينيه فمش شايف. المسيح حي لكن الرجاء مات. ربنا موجود لكن لازم كمان يكون عندنا إيمان وعندنا رجاء، وإلا مش هنستفيد بالمسيح الحي اللي موجود في وسطنا. وبعدين بيقول إيه؟ بيتأمل بقى في موضوع كسر الخبز. بيقول يا إخواتي ترى متى أراد الرب أن يكون معروفا؟ إمتى اللحظة اللي حب يكشف فيها نفسه ليهم؟ في كسر الخبز، دي أهم لحظة. مع أنه وهو بيكلمهم كانوا قلبهم ملهلب كويس،
لكن ما كانوش لسه عارفوه، فرحانين بكلامه لكن ما كانوش لسه عارفوه. لكن لما أخد الخبز وبارك وكسر وناولهما انفتحت أعينهما وعرفا. فهكذا إذا نحن في أمان، إذ عندما نكسر الخبز نتعرف على الرب. يقصد القديس أغسطينوس إن إحنا في أمان، يعني عندنا الوسيلة أن نشوف بها إيه؟ ربنا. عندنا المذبح، عندنا سر الإفخارستية اللي بيه بنشوف ربنا. عندما نكسر الخبز نتعرف على الرب. فلم يرد الرب أن يعرف إلا من خلال هذا العمل الإفخارستية، وذلك من أجلنا نحن الذين لم يقدر لنا أن نراه في الجسد، بل صار لنا أن نأكل جسده. صحيح إحنا اللي انتهت إلينا أواخر الدهور ما عشناش في الزمن اللي كان متجسد فيه، لكن مش مشكلة أن إحنا مش شايفينه بالجسد، لكن بقى متاح لينا أن إحنا نأكل إيه؟ جسده، فنعرفه. عشان كده بيقول لينا يعني ليكن كسر الخبز لتعزيتك. كلمة كسر الخبز ده مصطلح في الكنيسة الأولى كان دايما معناها التناول، سر التناول. لما يقول التلاميذ كانوا مواظبين على كسر الخبز والصلوات، يعني إقامة القداس والتناول. كسر الخبز يعني التناول. فبيقول ليكن كسر الخبز لتعزيتك، هو فعلا كده. القداس ده هو تعزية الكنيسة، هو اللي بنتلامس فيه مع ربنا وبنفرح بيه معاه. ليكن كسر الخبز لتعزيتك. فغياب الرب إذن ليس غيابا حقيقيا، عشان نقلتها كده من لكن هي غيابا طبعا، ليس غيابا حقيقي، يعني ان احنا ما احنا شايفينه بعنينا، لا ده مش غياب حقيقي، ده هو حاضر. فعندما يكون لك ايمان يصير الذي لا تراه معك. ما يكون عندك ايمان تحس بربنا ان هو ايه معك، لان الغياب مش غياب حقيقي، ده مجرد بس مش بيتشاف بالعينين دي، لكن هو حاضر معانا باستمرار، حاضر على المذبح وحاضر في كل اجتماع. إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في وسطهم. إذا كان عندنا إيمان فإحنا نشوف الذي لا تراه معك، يكون معك. بعد كده يكمل القديس أغسطينوس تأملاته، يقول إيه؟ يقول إن هم التلميذين دول كانوا قد فقدوا إيمانهم وكانوا قد فقدوا رجاءهم، كرجال موتى مشوا مع الحي، كرجال موتى مشوا مع الحياة نفسه، صار الحياة معهم ولكن لم تكن الحياة قد تجددت في قلوبهم بعد. وبعدين يوجه الكلام لينا ويقول لو كنتم ترغبون في أن تكون لكم حياة، طبعا عايزين، فافعلوا ما فعلوا، فعل التلميذان يعني، لكي تعرفوا الرب. طب نعمل ايه؟ إلزم ضيفك. لو كنت ترغب في التعرف على المخلص، فكرم الضيافة عوض ما فقدوه بسبب عدم الإيمان. لطيفة دي، يعني واحد مثلا ضعيف في الإيمان لكن عنده فضيلة حلوة هي إضافة الغرباء، بيها عوض ضعف الإيمان وبيها المسيح استعلن ليه. يعني هم كانش عندهم إيمان، كانوا فقدين للرجاء، فقدوا إيمانهم وفقدوا رجاءهم، أوكي، لكن لما كان عندهم فضيلة معينة لإضافة الغرباء عوضوا ما فقدوه بسبب عدم الإيه؟ الإيمان. ودي تدينا فكرة، التأمل اللطيف ده بتاع القديس أغسطينوس تدينا فكرة إنه أي وصية الإنسان ينفذها بإخلاص ترفعه لمستوى باقي الوصايا، تخليه يتلامس مع المسيح. أي وصية، نبتدي بأي وصية، وصية خدمة، وصية إضافة غرباء، وصية احتمال، وصية صلاة، وصية صوم، وصية عطاء، أي وصية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، المعطي فبسخاء، أي وصية، أي وصية الإنسان ينفذها بإخلاص ترفعه لمستوى كل الوصايا. زي ما اللي يكسر وصية يبقى مجرما في الكل، هكذا اللي ينفذ وصية ترفعه
لمستوى بقية الوصايا. فهنا القديس أغسطينوس لطيف في الحتة دي لما بيقول كرم الضيافة بتاعهم عوض ما فقدوه بسبب عدم الإيمان، لذلك فقد أظهر الرب نفسه لهما في كسر الخبز. فلنتعلم إذن أين نبحث عن الرب، عايزين نشوفه، لنتعلم أين نحصل عليه، نجيبه منين، نتعلم متى نتعرف عليه، عندما نأكل إيه جسد. والثلاث أسئلة دول إجابتهم عندما نتناول من جسد ودم، هنا نلاقيه ونحصل عليه ونتعرف عليه. آخر حاجة يقول إيه، يقول إجابة بقى لسؤال كلنا بنسأله، ليه ربنا بعد ما ناولهم وعرفوه اختفى؟ طب ليه اختفي؟ طب ما يفرحوا بيه بقى. هم يفرحوا بيه جواهم، لكن خلاص ما دام عرفوه من جوه ما بقاش فيه اهميه ان هم يشوفوه بعينيهم دي. اصل ربنا بيتعرف بالقلب، بيتداق بالقلب، بيتشاف بالقلب. لو القلب شاف خلاص، صحيح لو واحد فينا شاف ربنا بقلبه تلاقيه غمض عينيه، تلاقيه غمض عينيه كده فرحان لانه اتمتع بربنا جوه قلبه. وده اللي حصل معاهم. شوفوا بيقول ايه القديس اغسطينوس، يقول لقد عرف الرب يسوع ليهم يعني، وبعد ان عرف اختفى. قد عرف الرب يسوع بعد ان عرف اختفى، فقد سحب وجوده الجسدي من هؤلاء الذين اخذوه الان بالايمان. هم اخذوه بالايمان لما تناولوه، فخلاص ما بقاش وجوده الجسدي مهم بالنسبه لهم، سحب وجوده الجسدي علشان يهتموا بيه جواهم، مش يهتموا بالمنظر اللي بره، عشان يهتموا ويركزوا معاه جواهم. لقد سحب وجوده الجسدي من هؤلاء الذين اخذوه الان بالايمان. في الحقيقة، وسع الفكرة، هو بقى هيوسع الفكرة شوي، سحب الرب وجوده المادي من الكنيسة كلها وصعد إلى السماوات لكي يبنى الإيمان. طول ما احنا شايفينه فين الإيمان اللي هيتبني فينا، لكن هو سحب نفسه من الكنيسة كلها وصعد للسماء لكي يبنى الإيمان فينا، لكي يبنى الإيمان في القلوب. سحب الرب وجوده المادي من الكنيسة كلها وصعد إلى السماوات لكي يبنى الإيمان، لأنه لو كنت لا تقبل إلا ما تراه فأين إيمانك؟ إذا كنت ما بتقبلش غير اللي أنت شايفه بس، طيب فين إيمانك؟ ده الإيمان بيقول الثقة بما يرجى والإيقان بأمور إيه؟ لا ترى. إذا كنت لا تقبل إلا ما تراه فأين إيمانك؟ ومن ناحية أخرى، لو كنت تؤمن بما لا ترى فإنك ستفرح عندما ترى. إن كنت تؤمن بما لا ترى، لما تشوفه بقى شوف قد إيه الفرح. فربنا بيهيئنا وبيقوي إيماننا، بيقوي إيماننا، بيقوي إيماننا، عشان لما نشوفه في السماء بالعينين الروحية وبالجسد الروحاني وبالمجد، قد إيه تكون فرحتنا بقى، قد إيه نبقى متشوقين ليه. ها، زي ما واحد بيكلم طفله الصغير بيقول انا بجهز لك حاجه بس غمض عينك. فالولد يفضل مغمض عينه ومغمض عينه ومغمض عينه، والاب كده بيجهز له حاجه جميله جميله جميله، وهو مغمض عينه صابر 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 واثق ان بابا بيجهز له حاجه حلوه. وعين فجاه يقول له ايه؟ فتح عينك، يلاقي حاجه بقى جميله، لانه كان عنده ايمان ان في حاجه حلوه بتتجهز له، ولما شافها فرح اكتر. لو كنت تؤمن بما لا ترى فإنك ستفرح عندما ترى. طوبى للذين لم يروا ولكن آمنوا فإنهم سيفرحون عندما يرون. دي كانت تأملات لطيفة للقديس أغسطينوس. جمعت أنا الأفكار اللي احنا قلناها النهاردة من خلال المقدمة اللي أنا قلتها ومن خلال كلمات القديس أغسطينوس في خمس نقط أختم بيها. نمرة واحد، إن الصليب ليس هو المحطة الأخيرة، النهاية حياة جديدة، فرح، مجد، وما يجبش أن الصليب يخبطنا يصدمنا يخلينا نفقد الذاكرة ونبعد عن الطريق ونبتدي نمشي في سكك غلط ونسيب الكنيسة ورايحين
طبعا لقاء المسيح معهم لما تلامسوا معاه على طول رجعوا تاني، مع الدنيا بالليل رجعوا جريوا ال7 مايل ونص دول، جريوهم وراحوا للتلاميذ في نفس الليلة، رجعوا ناحية الشرق تاني، رجعوا تاني للكنيسة، رجعوا تاني لأورشليم. دايما الإنسان لما يتلامس مع المسيح على طول تبص تلاقي حب الكنيسة، جه الكنيسة، دخل في وسط الأعضاء الجسد وبيبشرهم بالخبرة الحلوة اللي عاش فيها مع المسيح. فالصليب مش هو المحطة الأخيرة، كلنا هنتعرض لمواقف صعبة، لمحطات فيها ظلم، فيها إهانة، فيها افتراء، فيها حاجات وحشة ضدنا، وليكن كل ده هيعدي. النهاية مجد وفرح وحياة جديدة كلها بركة وفرح. تاني حاجة، إن المكتوب في الكتب المقدسة هو سندنا وقت الضيقات. يعني يوم ما نكون في وقت ضيقة ما نعتمدش بقى على مشاعرنا ونقعد نتأثر بالأحداث وبيحصل إيه وشوف عملوا في إيه وشوف عملوا في المسيح إيه وإحنا في مستقبلنا بعد كده، وإحنا كنا ماشيين ورا وكنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل وإحنا نبقى معاه في مملكته، كل حاجة راحته، والإنسان يبقى إيه يعتمد كده على الأحداث تأثر عليه والمشاعر. لا، كلمة ربنا تسندنا. عشان كده السيد المسيح قال لهم إيه ده؟ ليه مضطربين؟ ليه مضطربين؟ تعالوا أشرح لكم الكتب المقدسة قالت عني إيه؟ هو ده اللي يسندكم، هو ده اللي يقويكم. ما كل ده مكتوب، ما كل ده مكتوب. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، سيكون لكم في سلام، اثبتوا في وأنتوا تاخدوا سلام. كل ده موجود ومكتوب، إن كنتوا هتتعرضوا لضيقات، لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فكان باليابس. كل دي تساعدنا تخلينا نصمد ونعدي المرحلة الصعبة بتاعت الصليب من غير ما نتهز. فكلمة ربنا في الأسفار المقدسة هي سندنا وقت الضيق. تالت حاجة، إن الإيمان بالكلمة سند للإنسان وينور له الطريق وما يخليهوش يتخبط. هم عيني علشان مش فاهمين ومش حاطين كلام الإنجيل في ذهنهم ولا النبوات اللي عن المسيح في ذهنهم، كانوا عابسين ومتخبطين وماشيين في السكة الغلط وسابوا الكنيسة وراحوا رايحين بعيد، ما عرفش يعملوا إيه حاجة، يعني كده تحس إن هم متخبطين تايهين. لكن الإيمان بكلمة ربنا يخلي الإنسان ثابت في الطريق بتاعه ومكمل. دي اللي بتعجبني قوي، آخر آية في إصحاح القيامة. عارفين طبعا إصحاح القيامة، مين يقول لي إصحاح القيامة؟ في رسائل بولس الرسول رقم كام وفي رسالة إيه وإصحاح كام؟ إصحاح كله عن القيامة، قرينا منه في عيد القيامة طبعا، وبنقرأ منه في الجنازات دايما في صلاة التجنيز. ها، كورنثوس الأولى صح، إصحاح 15، كورنثوس الأولى 15، ما ننساهوش ده، صح، طويل جميل عن القيامة. آخر آية فيه يقول إيه؟ يقول عشان في قيامة، وأنا أكدت لكم أهو المسيح قام و و و، يقول كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. كملوا ووصلوا وكتروا من عمل الرب معاكم في حياتكم. فالإيمان بالكلمة ينور لنا الطريق وما يخليناش نتخبط أو نضل. النقطة الرابعة، إن عمل الرحمة والمحبة بيأهلنا عشان تنفتح أعيننا على أسرار الله. أما عملوا عمل رحمة مع الغريب ده، الرجل العجيب ده اللي عمال يشرح لهم الأسفار المقدسة، يقول لهم المسيح ينبغي أن يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، الكلام الكبير ده مين ده؟ بس ما نسيبوش عشان خاطر يعني الدنيا ظلمت وخلاص، النهار قد مال، نعمل مع عمل محبة، نضيفه، ده غريب. وإحنا مش ناسين المسيح لما قال إن في يوم الحساب هيقول لنا كنت غريبا فأويتموني، فأنا مش إحنا مش ناسين دي، ده راجل غريب ونقويه وندخله ونضيفه.
عمل المحبة وعمل الرحمة ده أهلهم إن المسيح يكشف لهم عن نفسه. النقطة الأخيرة إن يقولك ألزماه الإصرار على التمسك بالمسيح يخليه لازم هيكشف لنا أسرار. لما أقوله لازم تبقى معايا ولازم توضح لي ولازم تفهمني ولازم تقعد معايا وأنا ما أقدرش أعيش من غيرك، ما أقدرش أكمل سكتي من غيرك، ومش هدخل غير بيك، ومش هتحرك غير بيك، ومش هروح المشوار ده غير بيك، ومش هتصرف غير بيك، وانت يا رب لازم تكون معايا. هيجي معايا ويكشف لي قوته ويكشف لي اسراره ويكشف لي محبته زي ما دخل معاهم وكشف لهم نفسه. ربنا يدينا كده ان احنا يعني نتمتع بالمسيح القائم اللي جاي مخصوص علشان يقوي ايماننا، يفتح ذهننا فنفهم الكتب، ويزيل من أذهاننا الغباء الروحي اللي هو عدم الإيمان بالكلمة. خلينا نثق بكل كلمة قالها الأنبياء، كل كلمة مكتوبة في الأسفار المقدسة، عشان نبقى أقوياء ثابتين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب. وله كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. احنا معنا وقت كويس يعني للمناقشة، لو في حد عنده سؤال. كيف يتظاهر المسيح؟ تفضل تحيي. كيف يتظاهر المسيح أمام تلميذي عمواس بأنه ذاهب إلى مكان أبعد، والتظاهر في شيء خلاف الحقيقة؟ نمرة اثنين، كيف أمسكت أعين التلاميذ عن معرفة المسيح وهم الرسل الذي استمروا معه 3 سنوات في وقت رسالته؟ نمرة ثلاثة، كيف أنه يدخل ضيفا عليهم وهو الذي يتقدم لكسر الخبز وأعطائه على غير عادة التقليد أن صاحب البيت هو الذي يقوم بهذه المهمة؟ كويس. أول حاجة بالنسبة لل خلي معنا. أول حاجة بالنسبة للتظاهر ده هي مش معناها الخداع، لكن هي معناها إن هو زي ما أنا قلت ما بيفرضش نفسه على حد، هو مكمل سكته، ربنا مكمل سكته، مش رايح يفرض نفسه على حد. ولازم الإنسان بنفسه هو اللي يدعوه، لازم الإنسان بنفسه هو اللي يقول له يا رب أنا محتاجك، أنا عايزك، أنا عايز الخلاص، أنا عايزك معايا. لكن ربنا ما بيفرضش نفسه على حد، ودي قمة الحب والاحترام لإرادة الإنسان، قمة الاحترام لإرادة الإنسان. ربنا ما بيفرضش نفسه على حد، ويبقى ماشي كده، واللي يدعي يدعي، اهو ماشي في السكة، احنا مش عارفين رايح فين. يقول لك كأنه رايح لمكان ابعد، هو ماشي في الطريق وخلاص، هم شايفينها كأنه رايح لمكان ابعد، لكن هو ماشي في الطريق للي يدعو، معدي من جنب بيتنا، وانا يمكن مش دريان بدنيتي وسبته يعدي وما استفدتش وما دعيتوش عشان يدخل. يعني تخيلوا المسيح معدي من جنب بيتنا، ده الواحد ينزل يجري سيب اي حاجه في ايده وينزل يجري يمسك فيه ويقول له يا رب، ويبوس ايديه ويقول له تعالى يا رب، تعالى اقعد عندنا شويه. ده يقعد عندنا شويه وشويتين. هم اهل السامره لما سمعوا كلام السامريه قالوا له تعالى اقعد معانا، قال لهم انا طالع على الجليل عايز الحق اوصل قبل بالليل، قالوا له لا، جليل ايه، احنا انت معانا النهارده. قعد معهم يومين كاملين. فالسيد المسيح طبيعته ان هو ماشي مرر علينا، رايح جاي ماشي معنا في السكة، مستني واحد يمسك فيه ويقول له ايه تعالى انا محتاجك يا رب، ويلزمه يقول له مش ممكن تعدي من غير ما تباركني، مش ممكن اطلقك ان لم تباركني. هيدخل وهيبارك. تاني حاجة السؤال بتاع ايه، بتاع كسر الخبز ولا بتاع ايه؟ ازاي ما عرفوش المسيح؟ دي نقطة مهمة قوي في القيامة. بعد القيامة جسد السيد المسيح بعد القيامة، طبعا في فروق كبيرة بينه وبين الجسد قبل القيامة، لكن اهم فرق انه جسد غير قابل للموت. هو اخذ جسد زي بتاعنا قابل للموت، صحيح من غير خطية لكن قابل للموت عشان يموت بيه ويفدينا. لكن بعد القيامة جسد القيامة جسد غير قابل للموت، وهو بكورة الأجساد بعد القيامة. زائد أنه جسد مش الكل
يقدر يشوفه، مش الكل يقدر يتعامل معاه، ليس من هذا العالم. القيامة حدث أكبر من، يعني مش حدث طبيعي بالنسبة لنا إحنا كبشر، هو بالنسبة لربنا طبيعي. المعجزة مش في القيامة لأنه حي، هو القيامة والحياة، المعجزة كانت في الصليب، لكن بالنسبة لنا إحنا القيامة معجزة، وجسد ما بعد القيامة ما نقدرش نشوفه إلا لو ربنا كشف لينا أو فتح أعين. مش بس تلميذي عمواس، مريم المجدلية، التلاميذ وهما بيصطادوا، إن شاء الله ناخد المعجزة بتاعت صيد السمك دي كمان أسبوعين، معلش إحنا هنوقف كده سفر الرؤيا أسبوعين ثلاثة وبعد كده نكمله إن شاء الله. أسبوع جاي هيبقى في الاحتفال بتاع الأربعين بتاع سيدنا البابا، وكل كنائس المنطقة هتيجي تحتفل معانا، هنبه عليه في الآخر. والأسبوع اللي بعديها ناخد المعجزة بتاعت صيد السمك بتاعت يوحنا 21، برضو التلاميذ ما عرفوهوش. فين لما قال لهم ارموا الشبكة على جانب السفينة الأيمن وبدأوا يصطادوا سمك والشبكة تقلت وسمك كتير؟ يوحنا اكتشف أول واحد. عايز أقول إنه ربنا هو اللي بيكشف نفسه بعد القيامة، ربنا هو اللي بيكشف نفسه، فهو بالتدريج بدأ يمهد لهم لحد لما كشف لهم نفسه. ولحد النهاردة محدش بيقدر يكتشف ربنا إلا لو ربنا كشف له نفسه، زي ما بيقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 12: ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. يعني لازم الروح القدس هو اللي ينور له، هو اللي يكشف له. فهو السيد المسيح اللي مشي معهم بالتدريج الأول، واخدهم الأول النبوات والمزامير، موسى والنبوات والمزامير، وبعدين كسر الخبز كشف لهم نفسه. عشان كده احنا حتى قداسنا في كده النبوات، مزامير، القداس الموعوظين، القراءات، بعد كده الصلاة، وبعد كده نبتدي نتناول المسيح ونتمتع به. فالتدريج ده بترتيب إلهي، وهو اللي بيكشف نفسه أو ما يكشفش، لأنه هما المسيح مش هو بتاع زمان، ده بجسد مختلف، بجسد القيامة، بوضع مختلف، جسد غير قابل للموت، ده الحياة الأبدية، دي بداية الحياة الأبدية. بس المسيح هو البكورة وإحنا لسه ما دخلناش فيها، فإحنا لسه مش قادرين نشوفه إلا لو هو كشف نفسه لنا. طبعا السؤال الثالث: ليه هو أخذ وكسر؟ واضح جدا أنه أنا مش عارف التقليد اليهودي يعني بيقول إيه، لكن أكيد هم حسوا أن السيد المسيح أو الرجل اللي ماشي معاهم ده بمستوى إيماني ومستوى روحي أعلى منهم بكتير، فقالوا له بارك أنت الأكل أهو بارك، فأخذ وشكر وبارك وكسر وناولهم، بس ده طلع جسده، يعني بارك وناولهم. ودي كانت أول مرة، يعني كتير من الآباء بيقولوا ده زي كأنه سر التناول اللي هو تممه من ثلاث أيام قبل كده مع التلاميذ كلهم. وفي ناس بتوصل لدرجة يعني بتتأمل بتقول إنه طريقة الكسر نفسها هي نفس الطريقة ونفس البركة والشكر اللي عمل بها العشاء الرباني، نفس طريقة الكسر. فحتى هم حسوا إن ده مش أكل عادي، بقى ده في حاجة سرية بتحصل، أول ما تناوله انفتحت أعينهما وعرفها. في ناس بتتأمل فيها تأملات كتيرة، يقول لك زي ما احنا أبونا وهو بيكسر كده الحمل تلت وتلتين كده، وبعدين ساعة القسمة بيقسمهم بيفصلهم عن بعض ويحط التلت كده على التلتين في شكل ايه؟ صليب. دي يعني دي في القسمة في الصلاة بتاعت الكنيسة تبقى على شكل صليب كده، فهو ممكن يكون عمل كده. في ناس بتتأمل يعني بتقول ممكن يكون السيد المسيح عمل شكل معين فحسوا ان في حاجة، يعني ده هو اللي كسر من ثلاثة ايام الجسد وعطانا وقال خذوا كلوا هذا جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. وقد يكون علشان هو باين ان هو يعني شخص روحاني جدا فعطوله الفرصة، يعني ده على قد ما انا فاهم يعني.
تفضل. تلميذ عمواس نقدر نعرف مين او نجس مين الاثنين دول؟ السؤال الثاني، هم عرفوا بالقيامه قبل ما يمشوا ولا فاتهم الموضوع القيامه ده؟ هو طبعا الانجيل بيقول ان في واحد منهم اسمه كليوباس، وواضح ان ده من السبعين رسول يعني، مش من الاثناشر لان اسمه مش مكتوب كان في الاثناشر قبل كده. والتاني في ناس بتقول ان هو لوقا نفسه، على اساس انه معتاد ان الشخص اللي بيكتب بيذكرش اسمه، زي القديس يوحنا ما كانش يرضى يذكر اسمه، يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. أو ماري مرقس يقول تبعه شاب لابسا إزارا على عريه فشدوا منه الإزار فتركه وهرب عريان، وما رضاش يذكر اسمه برضه. وفي ناس كثيرة بتأكد إن ده ماري مرقس. فيعني في ناس بتقول إن ده لوقا. في بعض الآباء يعني الآباء اختلفوا فيها، يعني كل واحد بيفكر إنه ممكن يكون حد. العلامة أوريجينوس وكان القديس كيرولوس الكبير قالوا إنه ده واحد تاني من التلاميذ، وقالوا اسمه، أنا نسيت بس اسمه، قالوا ده واحد من السبعين واسمه كذا وليكن. يعني بالنسبه لهم عرفوا وسمعوا عن القيامه، هو ما قالوا له، حتى قالوا له ده في نساء راحوا وحيرونا لانه شافوا منظر ملائكه وبيقولوا ان هو حي، اما هو فلم يروه. في بعض مننا ويقصدوا بطرس ويوحنا، بعض مننا راحوا وشافوا القبر فارغ، فهم عندهم اخبار، بس الاخبار بالنسبه لهم زي ما بقول لحضرتك وزي ما قلت في الاول، هم كانوا فاقدين للذاكره وناسين كلام ربنا وناسين الوعود اللي قالها وناسين ان هو قايل ان هو هيموت وهيقوم. كل الكلام ده بالنسبه لهم كان يعني ايه، زي ما قديس مرقس قال في انجيله تراءى كلامهن كالهذيان، يعني تراءى للرسل كلام المريمات ان هم بيهذوا، يعني بيقولوا اي كلام. فهم كان عندهم اخبار بس يعني مش مصدقين، يعني مش مصدقين، يعني اخبار مش معقول يعني، بس هما القبر فاضي ملائكه، منظر ملائكه، بس هم ما شافوهوش يقولوا لبعض كده، يعني ما معناه يعني مش مصدقين. ساعات في مثل مصري يقول لك الجعان يحلم بايه، بسوء العيش. فهم يعني اعتبروا كده، اعتبروا قال لك دول يعني مأملين يعني ان هو يقوم يعني، لكن بعد اللي حصل ده يقوم فين؟ ده احلام، مجرد احلام. بس دي كمان تأكد ان التلاميذ دول ما كانوش عقلهم خفيف، ولا كان بيتلعب بيهم بكلمه كده ولا كلمه كده، يعني كانوا بيشكوا. فلما التلاميذ دول نفسهم يشهدوا بالقيامه، شهادتهم تبقى لها مصداقية عالية جدا، لأن هم مش ناس بيضحك عليهم، والأغلبية ما كانوش متوقعين القيامة، والحد حتى بعد القيامة ما كانوش مصدقين إلا لما شافوا بعينيهم ولمسوا بأيديهم. فشهادتهم هنا يعتد بيها جدا، يعني مش ناس خفاف يتقال لهم كلمة خلاص قام، هم ما شافوش حاجة كانت شهادتهم تبقى ضعيفة. لو هم ما كانوش ناس يعني من اللي هم يأمنوا هم مغمضين كده، لا كانوا لحد آخر وقت مش مأمنين، لحد آخر وقت بيقولوا يعني هم بيتكلموا على المريمات الكلام زي في شيء من الاستخفاف، يعني باللي هم انه راحوا قالوا مش عارف شافوا ايه ولا مش شافوش ايه، بيقولوا كده يعني الطريقة فيها شيء من الاستخفاف بكلام المريمات وبكلام اللي راحوا وشافوا القبر. طب انتوا ما رحتوش؟ لا وده برضو معناها ان هم ما كانش عندهم امل اصلا، نروح فين ونيجي منين؟ ما مات، هو في حد بعد ما بيموت بيقوم؟ ده هو اللي كان بيقوم الموتى وهو مات انتهينا. لكن نفس البني ادمين دول لما يشهدوا للقيامه، ده شهادتهم تبقى ليها مصداقيه عاليه جدا، لان هم ناس يعني متاكد بيشهدوا بحاجه متأكدين جدا منها، وما كانوش ناس خفاف بيتأثروا بأي كلمة. آه
جاوبت على نص السؤال اللي كنت هسأله. هو يعني واضح ان مش زي عمواس بس اللي كانوا فاقدين الذاكرة, ده كل الناس اللي كانوا مقربين جدا للسيد المسيح فقدوا الذاكرة. هل ده بسبب الأحداث اللي حصلت وخوفهم من اليهود وان هم مستخبيين؟ صدمة يعني نسيوا كل التعليم ونسيوا ان هو قال لهم ان انا يعني هيصلب وهقوم, ان ينبغي الابن الانسان يقوم. حتى المريمات راحوا القبر وافتكروا ان هو اتسرق. ف ليه حته القيامه دي؟ ضعف يعني ضعف الانسان, ضعف الانسان سليبت اواي كده في مواجهه يعني. ضعف الانسان في مواجهه الصدمه العنيفه. ما كانت صدمه عنيفه, مين كان يتصور صدمه عنيفه جدا؟ المسيح ده كان بيمشي وراه بالالاف. ايوه بس هو قال وكان بيقول يصنع خيرا. ايه ده اللي حصل ده؟ وكله في وقت سريع, في اقل من 24 ساعه كان متعلق على الصليب. ده اتقبض عليه بعد نص الليل, والساعه 9 وشويه الصبح قبل 12, يعني قبل 12 كان متعلق على الصليب. في اقل من 12 ساعه المحاكم 5 محاكمات وقرار وجلد, في اقل من 12 ساعه كان متعلق على الصليب. يعني هو اتعلق قبل الساعه 12 الظهر. قديس ماري مرقس يقول كده في انجيله, وكانت الساعه الثالثه وصلبوه. يعني الثالثه يعني لسه ما وصلناش للسادسه, يبقى بعد 9 بس قبل ايه 12, و12 بالظبط كان على الصليب كان موجود. واتضلمت الشمس والدنيا ضلمت 3 ساعات من 12 ل 3. فلما تحسبيها تلاقيها اقل من 12 ساعه. بسرعه 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 بسرعه, شر 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 شر, تصاعد وضغط وهياج, ضغط على بيلاطس وهياج, اصلبوا اصلبوا. الراجل يدور على منفذ يقول لهم طب في واحد, مش احنا داخلين على العيد, ممكن اطلع لكم واحد نمشي ده؟ يقولوا له لا. وطلبوا ان يوهب لهم رجل قاتل باراباس. كل ده صدمة صدمة. أنا فاكر لما كتبت يعني المقالة بتاعت المحطة الأخيرة بعد أحداث ماسبيرو, كانت صدمة كده. فأقل من 12 ساعة دبح وهرس ويطردوا المسيحيين ويضربوا وضرب نار ويقتلوا ويعوروا, عوروا أكتر من 300 وقتلوا أكتر من 25 في كم ساعة؟ ساعة سلطان ظلمة هياج برضو. يعني تخلي الإنسان مش سهل. احنا يعني كنا بنشوف احنا فين وهم فين, لكن كنا عايشين معهم, كنا حاسين بصدمة مش سهلة. لكن مش دي المحطة الأخيرة. المحطة الأخيرة انتصار ومجد وفرح وسلام وقيامة, مش دي المحطة الأخيرة. بس هي ساعة سلطان الظلمة بتبقى قاسية كده, بتفقد الإنسان توازنه. يقول له طب وفين يا رب؟ طب وأنت فين؟ وأنت سايب الكنيسة؟ وأنت يعني نقعد نقول كده. فهم كانوا ضعفاء برضه, ما تنسيش يعني ده احنا في العهد الجديد ومعانا نعمة ربنا ومعانا القداسات كل يوم ومعانا كلمة ربنا ومعانا خبرات روحية أكتر منهم. هم لسه كانوا ضعفاء, فالصدمة ما كانتش سهلة عليهم. حد عنده تعليق او سؤال؟ اتفضل. في خميس العهد يا ابونا, اول ما المسيح شاف في بعد القيامه على طول تمزاي عمواس, اول ما كسر وشكر واداهم عينهم اتفتحت وشافوه, ده بحسب قلب الانسان في التناول ولا؟ طبعا طبعا موضوع يهوذا فيه اختلاف عليه. يعني في ناس بتقول انه هو تناول, في ناس بتقول ما تناولش. لكن ايا كان يعني لو افترضت ان هو تناول, فهو كان بيضمر شر جواه, فالتناول بالنسبة له نار. المسيح يدينه, المسيح يبقى خلاص للتائب المستعد اللي شاعر بالاحتياج, ودينونة للمتكبر المصر على الشر, المصر على انه بايع المسيح, المستهتر المستهتر المتجاسر. نار نار. خلينا يعني حاجه ما يعني ما يبقاش عليها اختلاف, خلينا ناخد اهل كورنثوس
أهل كورنثوس في القديس بولس الرسول بيأنبهم جدا في الإصحاح 11. بيقول لهم أنتوا عايزيني أمدحكم في اجتماعاتكم؟ لا مش همدحكم، أنا مش مبسوط. أنتوا بتجتمعوا للأحسن؟ لا أنتوا بتجتمعوا للأسوأ. طب ليه بس كده كلام؟ قال لهم لأنكم مستهترين بجسد ربنا ودمه. ازاي يبقى في شركه في مائده مع مائده الشياطين ومع مائده الرب؟ مائده الشياطين يقصد مائده يروح يشاركوا الناس بتوع عباد الاوثان في الذبائح بتاعتهم. وازاي انتوا بتستهينوا بمائده الرب؟ بتستهينوا بجسد ربنا ودمه. وتقعدوا في الكنيسه تاكلوا وتشربوا وتسكروا وبعدين داخلين تتناولوا. ازاي؟ اللي ياكل ويشرب بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم. اذا في ناس هيك بتاخد بدون استحقاق، وصفهم ان هم مجرمين. واللي بياكل ويشرب بالطريقه دي يبقى بياكل ويشرب دينونه لنفسه غير مميز جسد الرب، غير مميز جسد الرب. وبعدين بيقول لهم انا شايف عقوبات من ربنا نازله عليكم بسبب كده. فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. ناس بتموت يعني. يرقدون هنا يقصد بيموتوا. فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. ان هما الوضع اللي هو بيوصفه كانوا الناس مستهترين. ما بيستعدوش، عشان كده قد ايه الكنيسه بتدينا استعداد، لازم نكون تايبين ونصوم ونبقى معترفين ونبقى متصالحين. ونبقى حاضرين مبكرين وبنصلي من قلبنا وتايبين وشعرين بالاحتياج وشعرين بعدم الاستحقاق، وليل وطول الوقت في القداس عمالين نقول له اجعلنا مستحقين اجعلنا مستحقين اجعلنا مستحقين، مش كده؟ ف لو انا حياتي مستعده زي شمعه التناول ينورها، لو انا حياتي عك قش وبتاع التناول يحرقها. يعني النور بتاع التناول ده لو انا حياتي شمعه نقيه كده التناول ينورها، في حياتي تنور. لو انا حياتي ملخبطه وفي شر وانا ما تبتش عنه جوايا زي ما يكون كده قش وحطب وزباله سوري يعني، تبص تلاقي التناول ايه؟ يحرقها. فانا هبقى اخد دينونه. ايوه تسمع. احنا عارفين المسيح لما صلب على الصليب وبعد كده نزل الى الجحيم عشان يطلع الناس اللي كانوا ميتين على وعد يعني ان الخلاص. الروح نزلت، روح المسيح متحده باللاهوت نزلت للجحيم. الحته دي الروح نزلت، الشيطان حب يمسكها زي اي روح تانيه فهو تمسك بيها. لكن طيب الجسد يعني نفسي شرح الجسد والروح وكان بيحصل ايه. احنا عندنا في الكنيسه اسمه لطيفه متاخده من اصول سريانيه، عشان كده بيسموها الاسم السريانيه، فيها شرح لطيف بيقول هكذا بالحقيقه تألم كلمه الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب وانفصلت نفسه من جسده. دي عملية الموت، انفصلت نفسه من جسده. إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. لاهوته متحد بناسوته، فاللي مات هو الناسوت. مات يعني إيه؟ يعني انفصلت النفس عن الإيه؟ عن الجسد. لكن اللاهوت فضل متحد بالناسوت، بالنفس وبالإيه؟ وبالجسد. وبعدين النفس الجسد اتحط في القبر متحد باللاهوت واتحط في القبر، والنفس راحت الجحيم وخلصت الابرار وفتحت لهم الفردوس ودخلتهم. وبعدين يقول بعد شويه يقول اتت نفسه واتحدت بجسده وعوض الخطيه المحيطه بالعالم. مات الابن بالصليب ونقلنا من التدبير الشمالي الى التدبير اليميني وامن ووحد بدم صليبه السمائيين مع الأرضيين أو حاجة زي كده.
وفي اليوم الثالث قام من الأموات بعدما نفسه أتت واتحدت بإيه؟ بجسده، وقام بجسد ممجد. الجسد كان فيه تغيير، كله كان قبل القيام. القبل لحظات الموت تم فيها الآتي: انفصلت النفس عن الجسد، واللاهوت متحد بالاثنين، أنه متحد بالناسوت لم يفارقه، فالجسد اتحط في القبر والنفس راحت الجحيم، عملت عملها وخلصت ورفعت الأبرار للفردوس، وأتت النفس اتحدت بالجسد تاني، وقام المسيح من الأموات. تفضل يا واحدة. نانا يا بطيء القلوب في الإيمان، هل هذا يعني أن الإيمان بالقلب وليس للعقل دور فيه؟ دايما في الكتاب المقدس العقل والقلب ساعات ياخدوا تعبير واحد، ساعات ياخدوا كلمة واحدة، نوس. نوس يعني العقل أو القلب، الاثنين. دايما الكلمة الإيمان بالفكر وبالعقل وبالقلب، الاثنين مع نفس المعنى. فيا بطيئة القلوب بالإيمان، مش القلب لوحده، القلب مش المقصود به مشاعر، لأنه يعني بيقول بجميع ما تكلم به الأنبياء. طب مين اللي بيفهم الكلام؟ العقل هو اللي بيفهم ويستوعب، وهو قاعد يكلمهم كان الكلام بيخاطب الاثنين، العقل بيفهم ويستوعب والقلب بيلتهب فيهم، فالاثنين هنا القلب. دايما القلب والعقل ساعات يبقوا كلمتين مترادفتين والمعنى يعني يقصد الاثنين. طيب وقتنا كده تقريبا خلص، هحاول بس اقول لكم كده في نص دقيقه ان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه احتفال الكنيسه تأبين لقداسه البابا شنوده بمناسبه ذكرى الأربعين، هيبقى فيه كلمات، هيبقى فيه اشعار، هيبقى فيه كورال لاولادنا في الكنيسه، هيعملوا لنا حاجات حلوه عن القيامه وعن قداسه البابا. هيشارك معنا الاباء بتوع المنطقه كلهم، ابونا اسحاق يقول كلمه، ودكتور ثروت باسيلي هيقول كلمه، وبعض الاباء برضو هيقولوا كلمات، ويعني هنحاول ان هو نظبط الوقت بتاعنا يبقى في نفس ميعاد الاجتماع من 7 لـ 9. فارجو ان احنا كلنا نيجي مبكرين، وان شاء الله تكون فرصه جميله زي ما الانجيل بيقول لنا ذكر الصديق للبركه، وانه احنا بننظر للقديسين بتوعنا والابائنا اللي ارشدونا وعلمونا كلمه ربنا، ننظر الى نهايه سيرتهم فنتمثل بايمانهم. ففرصه حلوه ان احنا نتشجع ونشوف كده ازاي نقدر نستفاد، ويكون في قلوبنا حته من هذا الرجل العملاق اللي هو يعني نموذج عظيم في الخدمه، في الحب، في الرعايه، في الاخلاص لربنا، في الجهاد حتى النفس الاخير، في امانته وفي تنفيذ الوصيه، في تكريس مواهبه كلها لربنا. يعني سيدنا البابا شنودة الحياة يعني نموذج حلو هيفضل تعليمه للأجيال كلها. فرصة ان احنا يعني تبقى في الفترة في مناسبة الأربعين ان احنا نفتكره ونستفاد ونتعلم منه. ان شاء الله الأسبوع اللي بعديه ناخد حاجة كده برضو عن القيامة، وبعدين نعاود سفر الرؤية ان شاء الله نكمل من أول الإصحاح السادس. تفضلوا نصلي. آمين 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 بموتك يا رب نباشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف، نسبحك نباركك نشكرك يا رب، ونتضرع إليك يا إله
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب، الهنا الصالح اللي بتفتقدنا، الهنا الحنون اللي بتنزل لمستوانا عشان ترفعنا. انت عارف يا رب قد ايه احنا بطيئي القلوب في الايمان وضعفاء في الفهم، كيف نعرف ان لم تكن انت مرشدا لنا؟ كيف نفهم ان لم تفتح اذهاننا لنعرف اسرار الكتب المقدسه؟ يا رب افتح اذهاننا عشان نفهم ونشبع من كلامك فنستطيع ان نشهد ليك. يا رب كل نفس عرفتك وبتدخل معاك في الطريق الضيق وبتشيل الصليب، انت اللي تقويها يا رب علشان تكمل معاك الطريق للآخر. قوينا كلنا يا رب علشان نكمل معاك طريق الصليب وما نهربش منه. قوينا يا رب وامكث معنا، لأننا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. امكث معنا لأن النهار قد مال. ثبتنا فيك. اذكر كل من طلبوا أن نذكرهم أمامك. اسند الكل وبارك الكل. قوينا يا رب لكي نأتي بثمر كما وعدتنا، ان احنا نأتي بثمر ويدوم ثمرنا. اذكر الكنيسة يا رب من مشارق الشمس الى مغاربها، ومن اقاصي المسكونة الى اقاصيها. اذكر سلام الكنيسة وبنيانها ونموها. اذكر كل نفس بتدور عليك، كل نفس بتتلمس الطريق ولكن تعصف بيها الافكار وايمانها مهتز. انت القادر انك تثبت ايمان الكل، تقوي الكل وتبارك الكل. من اجل شفاعات امنا الست العذراء، ومن اجل بركه كل مصافي الملائكه والقديسين، اقبلنا أمامك واستجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. في حكمتك فعدلك يقضي، برحمتك عجيب وأنت تصنع خلاصا لمن رفض يوما طاعتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. فاكرنا ولا نسينا؟ نسينا. طيب نقولها تاني، هي تقريبا نفس الأبيات بنفس الطريقة. عجيب يا رب في حكمتك فعدلك يقضي، برحمتك عجيب وأنت تصنع خلاصا لمن رفض يوما طاعتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. كيف يا رب
كيف يضربوك وأنت الخالق لتلك الأيادي؟ كيف بحقد وعند هنوك وأنت بصفحك عنهم تنادي؟ كيف يا رب كيف يضربوك وأنت الخالق لتلك الأيادي؟ كيف بحقد وعند هنوك وأنت بصفحك عنهم تنادي؟ وأنت بصفحك عنهم تنادي؟ عجيب يا رب، عجيب يا رب في حكمتك، فعدلك يقضي برحمتك. عجيب وأنت تصنع خلاصا لمن رفض يوما طاعتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. كيف يا رب خلا سقوك وأنت معطي ماء الحياة؟ كيف يا رب اقتسموا ثيابك وأنت سترت ذنوب الخطاة؟ كيف يا رب خلا سقوك وأنت معطي ماء الحياة؟ كيف رب اقتسموا ثيابك وأنت سترت ذنوب الخطاة؟ وأنت سترت ذنوب الخطاة؟ عجيب يا رب، عجيب يا رب في حكمتك، فعدلك يقضي برحمتك. عجيب وأنت تصنع خلاصا لمن رفض يوما طاعتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. عجيب وقد صرت أنت الذبيحة، فليس من يفي في خليقتك. كيف يكون يا رب موتا لك وأنت معطي الحياة؟ كيف يكون يا رب قبرا لك وأنت مالئ السماء؟ كيف يكون يا رب موتا لك وأنت معطي الحياة؟ كيف يكون يا رب قبرا لك وأنت مالئ السماء؟ لك وأنت مالئ السماء. عجيب يا رب، عجيب يا رب في حكمتك،
فعدلك يقضي برحمتك عجيب وأنت تصنع خلاصا لمن رفض يوما طاعتك عجيب وقد صرت أنت الذبيحة فليس من يفي في خليقتك عجيب وقد صرت أنت الذبيحة فليس من يفي في خليقتك فليس من يفي في خليقتك هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب هل قد ذبحت من أجلي وذقت أهوال الصليب وهل أحنيت رأسك لتحمل عاري المذي وهل أحنيت رأسك لتحمل عاري المذي سحقت سحقا بالصليب ضربت عني هنا سحقت سحقا بالصليب وفوقه سالت دمك لأجل ذنبي المعيب وفوقه سالت دمك لأجل ذنبي المعيب هل كل هذه الآلام هل كل ذاك الاكتئاب هل كل هذه الآلام هل كل هذا الاكتئاب هل كل ذلك الهوان عني أنا هذا العذاب هل كل ذلك الهوان عني أنا هذا العذاب يا نفسي موتي هكذا يا ذاتي موتي بالصليب يا نفسي موتي هكذا يا ذاتي موتي بالصليب فإن ذا قصد العلي أن أصلب مع الحبيب فإن ذا قصد العلي أن أصلب مع الحبيب بل كوني مع ذاك الحبيب في وحدة وفي
افتحت بل كوني مع ذاك الحبيب في وحدة وفي اتحاد فيه خلاصك العجيب فيه لك كل الأمجاد فيه خلاصك العجيب فيه لك كل الأمجاد.